هنا مسفير ولكم منا كل التحية. فقرتنا الثانية النهاردة هنتكلم عن مصر الزراعية، هنتكلم عن الذهب الأبيض، هنتكلم عن القطن المصري، هنتكلم أيضا عن المشروع القومي الخاص بأصناف جديدة من القطن المصري. دي هتكون فقرتنا الثانية النهاردة. أما أنا فأصحابكم في مصر بيحصل فيها النهاردة ومجموعة من أهم الأخبار المحلية والعالمية والأكثر قراءة في الصحف وفي الجرائد. وفي البداية تعالوا نطلع نشوف مع بعض كلمة السيد رئيس الوزراء في افتتاح مؤتمر المصريين في الخارج في نسخته الرابعة. زي ما شفنا كلمة السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الافتتاحية لمؤتمر المصريين في الخارج في نسخته الرابعة، الحقيقة المنعقد اليوم بمشاركة نحو 1000 مصري وحضور أكثر من 56 دولة. زي ما شفنا الحقيقة أن كان المؤتمر عن بعد. رحب رئيس الوزراء بأبناء مصر المقيمين بالخارج في مختلف الدول في وطنهم العزيز مصر، وحقيقة كمان أكد دوما على أن أبناء مصر بالخارج جزء أصيل من نسيج مصر. مع الهاتف الآن الكاتب الصحفي الأستاذ كمال ريان المتخصص في شؤون مجلس الوزراء لنقف على تفاصيل الخبر. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا أستاذ أمنية. أهلا بك يا أستاذ كمال. ويعني نتكلم الحقيقة عن تفاصيل الخبر وعن كلمة السيد رئيس الوزراء. الحقيقة رئيس الوزراء وجه كلمة لمؤتمر المصريين في الخارج، لهذا المؤتمر المهم اللي بيضم مصريين من حوالي 56 دولة. رئيس الوزراء أكد على عدد من النقاط، أولها أن القيادة السياسية بتعتبر المصريين بالخارج أو أبناء مصر بالخارج جزء من نسيج الوطن، وفي نفس الوقت الدولة المصرية بتحرص على تقديم كل الدعم وكل الخدمات اللازمة لأبناء مصر في الخارج، وبتسعى دائما للتعرف على متطلباتهم والعمل على حل أي مشكلات تواجههم، سواء كانت المشكلات دي في دولة الإقامة أو داخل الوطن. وأيضا بتحرص على تيسير سبل ربط المصريين في الخارج بوطنهم وتعزيز انتماء أبناء الجيلين الثاني والثالث من الشباب والنشأ ووطنهم، وأيضا تعريفهم بجهود التنمية وما تحققه الدولة المصرية من إنجازات في بناء الجمهورية الجديدة. وزي ما قلت بتحرص على في نفس الوقت على استعانة بالخبراء والعلماء المصريين في الخارج للمشاركة في مختلف مناحي التنمية اللي بتتم على أرض مصر. يمكن كمان الحقيقة تحدث عن فكرة مشاركة المصريين في الخارج في الاستثمارات الجديدة في الاقتصاد الجديد في مصر الجديدة. ده بالفعل يعني رئيس الوزراء أشار لهذه النقطة، ودي نقطة مهمة جدا. المصريين في الخارج لهم دور في المشروعات القومية والتنموية اللي بتتم على أرض مصر، وطبعا في هناك الكثير من الآليات لهذه المشاركة، سواء من خلال البعثات الدبلوماسية والمكاتب العمالية والثقافية في الخارج أو التجارية، أو من خلال آليات التواصل مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. ويمكن شفنا شركة بيتم تأسيسها للمصريين في الخارج للاستثمار في الوطن، وفي حرص من أبناء مصر في الخارج على المساهمة في تلك الشركة. طيب أنا يهمني كمان أن أنا أتكلم عن الشباب، يعني أتكلم عن الجيل الثاني والجيل الثالث الحقيقة اللي ابتدوا أن هم يندمجوا بشكل كبير جدا في مصر، ابتدوا من خلال الدعوات المتعددة أن هم يتعرفوا على مصر الجديدة، يتعرفوا على بلادهم بشكل صحيح وبشكل كبير. عايز أشوف دول المفروض أن هم ليهم دور الحقيقة في الخارج ويبقى لهم دور فعال في الفترة القادمة. الحقيقه في الكثير من الجهود اللي بتتم لربط ابناء مصر في الخارج من الجيل الثاني والجيل الثالث او النشء يعني بوطنهم، وسواء من خلال المبادرات اللي بتهدف للحفاظ على او تعليمهم اللغه العربيه او الحفاظ عليها ودعم اللغه العربيه عشان يعرفوا يتواصلوا مع ابناء وطنهم، وفي نفس الوقت الشرح الوضع في مصر وجهود التنميه اللي بتتم على ارض مصر والانجازات اللي بتتحقق وتعريفهم بيها، وكمان دعوتهم للمشاركه في اي افكار يعني بيتم تنفيذها على ارض مصر حتى يكون لهم دور
في النهضة التنموية اللي بتتم على أرض مصر. طيب الخبر الثاني اللي معايا استاذ كمال الحقيقه خاص بالاعلان عن خطه تخفيف احمال الكهرباء في المحافظات وتطبيقها غدا الثلاثاء. الحقيقه النهارده مجلس الوزراء اعلن عن خطه تخفيف الاحمال ده طبقا للقرارات اللي كان اتخذها مجلس الوزراء فيما يتعلق بترشيد الكهرباء. خطه تخفيف الاحمال بتشمل 24 محافظه بتستثنى محافظات مطروح وجنوب سيناء والبحر الاحمر نظرا لقله معدلات الاستهلاك. المجلس اعلن النهارده عن الخطه في جميع المناطق مش بس المحافظات لكن كل محافظه في المناطق بالضبط اللي فيها هتقطع الكهرباء من الساعه كام للساعه كام وبحيث يعني كل واحد يبقى عارف الخطه طبعا هتنفذ ابتداء من الساعه 12 ظهر الغد كل واحد يبقى عارف الباصات بتاعته ممكن تقطع الكهرباء الساعة كام عشان ده طبعا هيأثر كثيرا على طبعا. المواطنين وحتى كان فيه عدة اجتماع للجنة الأزمات في الخاصة بهذا الموضوع وأعلنت عن عدد من القرارات اللي تأثر على المواطنين منها إن لو في أي أعمال طارئة أثناء أو خلال اليوم بعيدا عن الخطة يعني من الممكن في أرقام يتصل بها المواطن الإبلاغ عن أي أعطال أخرى خارج الخطة. كمان كان فيه قرارات فيما يتعلق بالتنسيق لترشيد الإنارة على بعض المباني الحكومية مثلا إقامة المباريات بدءا من الساعة 6 مساء الالتزام المخابز بالعمل خلال فترات نظام الكهرباء لتوفير احتياجات المواطنين، كان في الحقيقه قرارات مهمه كلها بتيسر وتضمن ان ما يحصلش اي تعطيل لاي حاجه في خلال الساعه اللي ممكن تقطع فيها الكهرباء عن اي منطقه من المناطق. الكاتب الصحفي الاستاذ كمال ريان المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، بشكر حضرتك يا فندم الف شكر، فاصل وارجعوا لنا مره ثانيه، مصر بيحصل فيها ايه النهارده؟ الحقيقة بيوتنا المصرية اللي كانوا ولادهم في الثانوية العامة اللي كانوا على مدار السنة كلها في حالة قلق وخوف، سمعنا زغاريد، سمعنا فرحة عارمة في بيوتنا المصرية في بيوت متعددة جدا، بنقول ألف ألف مبروك لطلاب الثانوية العامة الناجحين. الخبر الحقيقة اللي معايا بيقول وزير التعليم يهنئ الناجحون بالثانوية العامة ويشكر الجهات المشاركة في الامتحانات. هنأ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة في نهاية ماراثون الثانوية متمنيا لهم رحلة موفقة في الحياة الجامعية. كمان الحقيقة وجه كلمة لأولياء الأمور إن هم يسيبوا لأولادهم إن هم يختاروا الجامعات اللي هم عايزينها. تحدث أيضا قائلا إن احنا نتركهم الحقيقة يدرسوا اللي هم حابينه، كما وجه الوزير الشكر لوزارات الداخلية والدفاع والأوقاف والاتصالات ومباحث الإنترنت. مع الهاتف الآن الكاتب الصحفي الأستاذ سيد مصطفى مدير تحرير الأهرام المسائي ورئيس قسم التعليم، نتوقف أمام تفاصيل الخبر. مساء الخير يا فندم. اهلا بيكم وبنبارك الحقيقه لكل طلاب الثانويه العامه وقبلهم الحقيقه بنبارك لاولياء الامور. اتفضل يا فندم. كل سنة وانت طيبة يا أستاذة أمنية ولكل بألف خير ولكل المشاهدين. السنة دي الثانوية العامة شهدت العديد من الظواهر الإيجابية الكويسة رغم وجود بعض الشكاوي من بعض المواد مثل الكيمياء والفيزياء والتاريخ، إلا أن النتيجة جاءت عكس تلك الشكوى حيث وصلت الى 81% من 100% ودي اعلى نسبه نجاح منذ عده سنوات لم تتكرر في الثانويه العامه من قبل. ده يدل على ان الامتحانات ظهرت في شكل منضبط في شكل يعني بدون تدخل، خاصه الامتحانات السنه دي يمكن تم سحبها من بنك الأسئلة دون تدخل أي بشري ما عدا اللجنة الفنية اللي تم تشكيلها من 10 فنيين لمراجعة نموذج الإجابة ولا تدخل لهم في موضوع الامتحان. طيب اتفضل يا فندم. لا اتفضل. وده يؤكد ان الموضوع الامتحانات تم بشكل علمي.
ولكن في ظاهره اخرى يدل على، عشان كده الدكتور رضا يعني شكر كل الدوله ومجلس الوزراء كله كان صراحه مشارك فيما يتعلق بالثانويه العامه باعتبارها ان هي يعني امتحان قومي وليس امتحان نقل او تعويل، ان الثانويه العامه هي المؤثره على الأسرة المصرية بشكل كبير جدا، لا الداخلية مشاركة، الاتصالات مشاركة، الهيئة الوطنية للإعلام مشاركة، كل الجهات اللي موجودة ومتابعة يمكن شبه يوميا من المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارة لمتابعة أخبار الامتحانات وما يتم فيها. عشان كده الامتحانات السنة دي خدت منحة مختلف، لأن احنا كمان لأول مرة بعد تطبيق البابل شيت يتم وضع أسئلة المقالية حتى لو كانت نسبتها قليلة هي 15%، لأنها ستعيد المنظور أو نتيجة الامتحانات الثانوية العامة إلى عدها صحيح، لأن الاختيار من متعدد قد يؤثر كاملة، قد يؤثر على مستوى الطالب في القراءة والكتابة، مستوى الطالب في الفهم، في التركيز، في حاجات كثيرة جدا. ما نقدرش نقول ان طالب يخش كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية وهو ما يعرفش الترجمة، ما يعني ما ينفع، ما يعرفش يكتب كومبرهنشن او يكتب مقالة، في حاجات كثيرة جدا كان نظر فيها الدكتور في امتحانات هذا العام الدكتور رضا حجازي. يعني حتى الاوائل السنة دي من ضمن الظواهر اللي موجودة في نتيجة هذا العام ان ما فيش ولا طالب حصل على 100%. ما انا لسه كنت هسال حضرتك، يعني لاول مره الحقيقه ان يكون ما فيش طالب حصل على 100%. يعني على ما اعتقد سنوات ماضيه من 3-4 سنين كنا بنسمع ان في ناس جابت اكتر من 100%، فده دليل على ان الامتحانات كانت امتحانات الحقيقه لكل المستويات، رغم ان فكره الاختيار في بعض الاحيان بيبقى فيها عشوائيه، لكن كانت بتعتمد اكتر على الفهم وعلى التركيز. لا انا يمكن من ضمن الحاجات اللي قلت لسالتك عليها وهو ادخال البابل شيت عشان بس اقدر اعدل من بعض الدفعات الصغيره اللي موجوده في الامتحانات، اللي هي ما ينفعش امتحان يكون اختيار من متعدد بالكامل. عشان كده كان وجهه نظر الحكومه ان هم لازم، وكان الدكتور رضا اول ما جه وعرض المشروع بتاع الامتحانات على السيد الرئيس وتم عمل 15% في الامتحانات المقاليه. ليه امتحانات مقالية؟ عشان الجزء اللي أنا اتكلمت مع سيادتك فيه أستاذتك، فالامتحانات السنة دي ليها ظواهر كتيرة، العمليات التظلمات فتبدأ إن شاء الله يوم الخميس القادم مباشرة، يعني ولمدة أسبوعين، والطالب اللي هو شايف نفسه إن هو مادة ما المفروض يعني يجي فيها رقم أعلى، ده من حقه ان هو يتظلم، ولكن انا اعتقد ان التظلم هيكون ليه نتيجه بسبب المقالي، لان البابل شيت هي 1+1=2، ما ينفعش ان انا اتظلم منه يعني. فهي النتائج هتكون من خلال، عشان كده في ناس كتير قوي بتقول لك احنا اتظلمنا وما خدناش درجات، هتاخد درجات ايه اذا كانت الاجابه الف وانت اخترت ب، فانا هدي لك عليها ايه؟ فالامتحانات بتاع السنه دي فيها صراحه ظواهر كتيره جدا زي ما انا قلت لفاتك لم تحدث من قبل، يعني حتى اتفضلي يعني حتى عمليات الغش تم ضبط عدد كبير جدا من القضايا، خاصه فيما يتعلق بالتليفون المحمول والسماعات، وده وصل عددهم 479 حاله، واخرى متعلقه بالغش والنشر على توقع على مواقع التواصل الاجتماعي كانت 142 حاله، والمعلمين اللي هم شاركوا في عمليه الغش بلغ عددهم 199 معلم مخالف للتعليمات. ده يدل على ان برضو هناك رقابه شديده جدا فيما يتعلق بخطه الدوله في مواجهه الغش، إن أسوأ شيء ممكن يؤثر على العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد هو إن واحد ياخد حق مش حق طبعا وحق غيره، صح. فمن هنا كان الموضوع الغش ده كان على أولويات الدكتور رضا حجازي إزاي يواجهه، بالرغم إن برضه
عايز اقول معلومه ان الغش مش ظاهره اليوم، هو متواجد من سنوات طويله، مش اول سنه يتم فيها الغش. الغش موجود من مئات السنين يعني فيما يتعلق بسلوكيات بشر يعني. انما الدوله كانت عملت ضبط وجابت كاميرات وجابت اجهزه. الكاميرات الحقيقه من اول ما بيدخل باب اللجنه لغايه ما يصل الى اللجنه، يعني اكتر من مرحله بيتم التفتيش فيها، وعلى ما اعتقد ان ده كان قرار صائب جدا. الكاتب الصحفي الاستاذ سيد مصطفى، مدير تحرير الاهرام المسائي ورئيس قسم التعليم، بشكر حضرتك يا فندم، الف شكر. فاصل وارجعوا لنا مره ثانيه، مصر بيحصل فيها ايه النهارده؟ رجعنا لكم مرة تانية، والخبر الأخير اللي معايا خاص بجامعة عين شمس. فوز جامعة عين شمس بالمركز الثاني في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة. مع الهاتف الآن الأستاذة الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع والبيئة والتنمية. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. أهلا بحضرتك يا دكتورة غادة، وألف ألف مبروك. الله يبارك فيكي. الله يخليك، ألف شكر. احكي لنا بقى الحقيقة عن الخبر وعن فوز جامعة عين شمس بالمركز الحقيقة الثاني في مسابقة الحفاظ على البيئة أو صديقة البيئة. هي مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة هي بقى لها فترة، وده بمبادرة من وزارة التعليم العالي. كانوا أطلقوا المسابقة دي في الدورة اللي فاتت، الدورة دي هي الدورة الثانية. جامعة عين شمس شاركت في الدورة السابقة، كان وقت الكورونا، وشاركت كمان في الدورة دي. المسابقة هدفها تحفيز الجامعات المصرية إنها تبتدي تشوف إيه الإجراءات اللي المفروض تتبعها وتتخذها علشان تتحول إلى جامعة صديقة للبيئة، فيبقى في خفض للانبعاثات الكربونية، طبعا كل ده علشان تحسين أو طبعا تلافي المشاكل بتاعة التغير المناخي اللي احنا حاسين بيها دلوقتي. جامعة عين شمس الحمد لله من خلال المشاركة في المسابقة دي ومن خلال الإجراءات اللي هي اتبعتها خلال الفترة اللي فاتت، احنا فعلا خفضنا استهلاك الطاقة الكهربية بحوالي 30% عن السنة اللي فاتت. تم ترشيد استهلاك المية بحوالي 50% عن استهلاك السنة اللي فاتت، ده نتيجة ترشيد استخدام الري الحديث، الأنظمة الذكية في الري، استخدام وحدات موفرة للمية بالنسبة للطاقة، استخدام طبعا لمبات الليد، واستخدام أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية داخل الحرم الجامعي، وبالإضافة للعديد طبعا من البحوث والدراسات اللي اتعملت في هذا المجال. عايز اتكلم عن دور الطالب كمان يا فندم، كمساهمته الحقيقة في أن تكون جامعته صديقة للبيئة. يعني السؤال ده جميل جدا، لأنه إحنا حاولنا أنه جامعة عين شمس تبقى هي النموذج أو المثال للتعامل مع البيئة والحفاظ مع البيئة، فينشأ الطالب على هذه التقاليد أو هذه الأصول، إزاي يحافظ على البيئة، إزاي يبقى موجود في مجتمع أخضر، يحس بجمال الطبيعة وجمال المكان بتاع الجامعة، ده أولا. ثانيا بيشترك الطالب في العديد من الأنشطة والمبادرات اللي بنعملها في مجال الجامعة الخضراء، فاشترك احنا الطلبة بتوعنا اشتركوا أولا في كوب 27 السنة اللي فاتت في شرم الشيخ، أرسلنا مجموعة من الطلاب علشان يشوفوا الفعاليات والأنشطة، بالإضافة لأنه عندنا محاضرات ودورات توعوية لكل الطلاب في مجال الأنشطة الخضراء، بالإضافة لمشروعات التخرج عندنا لمعظم الكليات بيبقى أساسي فيها البعد الاستدامة في كهدف من أهداف المقرر، وبتوجه معظم المشروعات ناحية الموضوع ده. على ما أعتقد أن في المرحلة القادمة الحقيقة نحن في احتياج مش بس لكل طالب، لا لكل مواطن مصري، أن هو يدرك أهمية البيئة، يدرك ما يحدث من تغير في المناخ، بسلوكه ممكن أن هو يحافظ على البيئة. دكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس، بشكر حضرتك يا فندم، ألف شكر. وبكده بتكون فقرتنا مصر بيحصل فيها
فيها ايه النهارده انتهت. بعد الفاصل هنتكلم عن مصر الزراعيه وعن الذهب الابيض.